الإجابة على استفسار لأحد الزملاء أو الناس، كيفية حساب الخبرة المهنية قبل التوظيف لعام متعاقد سواء اكتسبها في نفس الإدارة أو خارجها؟ هذا هو سؤال الزميل أو الزميلة. أسأل الأستاذة، ماذا بيا تفهميني بمثال؟ عندها عون متعاقد، كان عمل في نفس الإدارة كعامل مهني مستوى أول واستقال، وكان مكتسب خبرة 2 شهر، ومن بعد عاود خدم في نفس الإدارة كحارس. يعني هي راهي تسأل كيفاش تحسب هذا 2 و10 شهور أو أي مثال. راح نشوفوا مثالين، لكن قبل ذلك هذا عندنا أي متعاقد يكون عمل في إدارة وعنده خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف، إما أنه كان عمل في قطاع اقتصادي ولا خاص، ولا كان عمل في إدارة عمومية سواء كان في نفس الإدارة، يعني كان خدم مثلا عامل مهني مستوى أول سواء بالتوقيت الكامل أو توقيت جزئي، ومن بعد دخل في هذه الإدارة سواء كموظف ولا كحارس ولا أي رتبة أو منصب شغل، ولا في نفس ولا في إدارة أخرى، كان عمل متعاقد في إدارة أخرى وراح خدم في إدارة من بعد فترة معينة، راح خدم في إدارة ثانية. يعني هو نفس المبدأ. إذا كان عمل في قطاع اقتصادي قبل التوظيف عندنا هذه الحالة، وإذا كان عمل في إدارة عمومية أو نفس الإدارة، هو نفس المبدأ. راح نشوفه كيفاش. إذا متى نحتسب المدة الكاملة؟ نحتسب المدة الكاملة إذا كان عمل بالتوقيت الكامل في نفس الإدارة أو إدارة أخرى. هنا المثال تاع الزميلة أنه راهي تقول أنه بقى متعاقد، يعني ما ولاش موظف، لأنه إذا كان موظف يعني هو أمر آخر. هنا راح نشوف مثال تاع الزميلة، راح نركز على مثال تاع الزميلة أنه في الإدارة تاعه عمل حارس، يعني نفس التعاقد ونفس منصب الشغل تقريبا. إذا ذاك المتعاقد عمل بالتوقيت الكامل في إدارة عمومية سواء نفس الإدارة أو إدارة أخرى، ودخل في إدارة كمتعاقد، راح نحسب له المدة كاملة. إذا كان عمل بالتوقيت الجزئي في نفس الإدارة ومن بعد ولا توقيت كامل في نفس الإدارة ولا في إدارة أخرى، نعمل له نصف المدة. وإذا كان في قطاع اقتصادي كذلك نعمل له نفس نصف المدة، سواء كان عمل بتوقيت جزئي في إدارة ولا توقيت كامل في قطاع اقتصادي أو خاص، ناخذ نصف المدة. إذا ناخذ المدة كاملة. إذا كان راه دروك متعاقد وقبل عمل متعاقد بتوقيت الكامل سواء في إدارته ولا في إدارة أخرى، إذا كان دخل متعاقد ولا دخل سواء كان متعاقد ودخل موظف عادي، إذا كان توقيت جزئي ولا توقيت كامل عمله في قطاع اقتصادي أو خاص، ولا كان عمل توقيت جزئي في إدارة معينة، راح ناخده نصف المدة. إذا كان موظف، كنا شفنا حالات، يعني نشوفوا إذا كان هو باش غير فقط يعني مثال مختلف عن الزميلة، إذا كان دخل مثلا على الإدارة وكان متعاقد، طبعا راح تكون نصف مثلا دخل كان حارس من بعد ولا عن إدارة، يعني حارس أقل من إدارة، حتى لو كان عن إدارة، حتى لو كان عمل مدة كاملة راح تاخذ نصف المدة. ولكن أنا نتكلم على مثال الزميلة أنه كان متعاقد في نفس الإدارة عامل مهني توقيت، أعتقد أنها تقصد توقيت جزئي ولا يقصد توقيت جزئي، راح ناخده نصف المدة إذا كان توقيت جزئي. وإذا كان توقيت كامل بما أنه دخل حارس، راح ناخده نصف المدة كاملة. إذا بالنسبة للمتعاقدين نحسبوا المدة كلها، مثلا ما نحتفظش المدة كما في الموظفين. الموظف كيدير الخبرة المهنية تاعه مثلا نحسبه مثلا درجة، خدا درجة وتبقى له مدة 3 أشهر ولا 5 أيام ولا سنة يحتفظ بها لنهاية السنة، لا، هذا المتعاقد نحسبوها كامل، نحسبوها كامل فترة، عمل شهرين، عمل عام، عمل شهر عامين، 5 شهور و3 أيام، نحسبوه نجمعوها كاع، ما نحتفظوش المدة. راه المتعاقد في كل لحظة يمكن يروح، الحقوق تبقى محفوظة على بها، اللي ماشي كيما الموظف. الموظف راه تيتولى راه في الإدارة، لكن المتعاقد يمكن يعني حنا كل عام نعاودو نديرو له الخبرة المهنية. إذا مثال الزميلة هي عندها تقول فترة 2 و10 أشهر، ما قالش بالأيام، قالت فقط 2 و10 أشهر. كيفاش نحسب؟ عندنا 10 أشهر و2 سنين، باش نديرو؟ عندنا أولا ناخدو 2 سنين ونضيفو لها،
كيفاش نحسبوا الان 10 اشهر؟ احنا واش يهمنا؟ يهمنا السنه، يهمنا الفتره، كيفاش نحولوها لسنه؟ يعني اذا كان عندها سنتين مقفوله ندو 2، لكن اذا كان عندها سنه 5 شهور و10 ايام هذيك كيفاش نحسبوها؟ لان قلنا ناخذوها المده كامله. اذا راح نشوفوا السنه شحال فيها من شهر، ونشوفوا شحال فيها من اليوم. السنه فيها ماليه فيها 12 شهر، السنه الماليه فيها 360 يوم، ماشي 365. 365 سنه احنا نعرفوها كيما انا عايشين، لكن في السنه الماليه هي 360 يوم. اذا عنده سنتين نضيفوا لها عندنا 10 ايام، عفوا 10 اشهر نقسموها على 12، يعني في 10 شهور هذيك 10 شهور شحال هي؟ شحال تنعد في السنه؟ هي تنعد 10 شهور نقسموها على 12، لان في السنه 12 شهر، وتحصلوا على 0.833. من بعد السنة المالية شحال فيها؟ هنا ما عنديش أيام، تسمى عندي 0 على 360، تحصلوا على 0. ونجمعوا 2 زائد 0.83 زائد 0 تساوي 2.833، نتحصلوا ندبروها إلى 2.83. هذا بالنسبة لمثال الزميلة، بما أن هذا مثال الزميلة لأنه عمل في نفس الإدارة، يعني تاخذي المدة كاملة. لكن هذا إذا كان توقيت كامل زميلي ولا زميلتي، إذا كان عمل لأن ما حددتيليش كتبتي ولا ما حددتيش كتبتي عامل مهني مستوى أول، ما قلتليش إذا كان توقيت جزئي ولا توقيت كامل. أنا إذا كان هذه الحالة، إذا كان عمل توقيت كامل تحسبك ولا تحسبك كيما هكذا. إذا كان عمل توقيت جزئي تقسم المدة على 2، يعني هذيك 10 شهور وسنتين تصبح سنة وخمس أشهر، وتخدمي عادي سنة ثم 5 شهور تقسميها على 12 تحصل على 0.416، ثم أنا ما عندناش الأيام 0.360 ونجمعوها 1 زائد 0.416 يساوي 1.416، ندوروها إلى ممكن 1.42 ولا تخليها 1.41، يعني كما تحب، يعني باش عاودين نوظف لو بغات حاجة صغيرة متعاقد، يعني دوريها. وهذه من بعد هذه المدة هذه باش دير المقرر تاع الإتمام الخبرة المهنية تضربيها في 1.40 طبعا بالمئة. هنا أنا مثال 2 أصعب شوية من الزميلة عطات ولا الزميلة عطات مثال سهل، يعني ماشي مثال، يعني الحالة تاعها فقط سنتين و 10 شهور، لكن ممكن يكون بالأيام. الأيام أنا نفرض أنا مثال، يعني ماهوش تاع زميل ولا زميلة، من 13 مارس 2019 إلى 22 جويلية 2021، عندنا هنا سنتين 4 أشهر و عفوا معليش هنا 15 معليش 13 يوم. اذا عندنا 13 يوم 4 اشهر وسنتين، كيفاش نديروا لها؟ انا اولا عندنا سنتين نضيفوا لها، شا عندنا في 12 شهر عندنا 4 اشهر، هنا مده كامله، نفترضوا ان عندنا مده كامله. اذا لدينا في السنه 12 شهر نقسموا 4 اشهر على 12 كما عملنا السنه، تحصلوا على 0.33. عندنا سنه ماليه فيها 360 يوم، عندنا 13 يوم، 13 يوم نقسمها على 360 تحصل على 0.36. ثم نجمع سنتين هادو، نجمعها مع 4 أشهر ولات سنة، ولات زعما كلي حولنا، كلي قمنا بعملية تحويل الشهر إلى سنة، هذا هو المقصود من نقسم 4 على 12، يعني كلي في 4 أشهر شحال عندنا من السنة، يعني 0.33، ما نشرح لي السنة، يعني هذا هو المقصود تاعها، 0.33 زائد 0.36 نجمعوها 2.37 تقريبا، هذا 2.37 في المقرر. اعتماد الخبرة المهنية راح نضربوه في 1.40%. كاين بعض المراقبة المالية ياخذوا فاصل يديروا فقط هذه 2.2 في 1.40%، وهذه خلوها كما هكذا، لكن ماهوش يعني غير مقبول ان كل فترة نضربوها في 1.40%. اذا بالتالي نجمعوها نتحصلوا على هذه المدة كاملة. حيت نشوفوا المدة نقسموها على 2، 13 تقسيم 2 6.5، لكن احنا مدرين وسنة. اذا سنه شهرين نقسموا 2 على 12 تحصلوا على 0.16، ثم انا السنه الماليه فيها 360 يوم، هذيك 7 ايام هذيك نقسموها على 360. علاش 360؟ لان السنه الماليه الشهر فيها 30 يوم، سواء كان فبراير ولا جانفي ولا مارس ولا اوت ولا سبتمبر، كلهم يعدوا 30 يوم في السنه الماليه، وبالتالي تحصلوا على هذا. عندنا سنه زائد 0.16 سبناها تاع الاشهر زائد 0.19 تعرفوا تاع الايام، تحصلوا على هذه المده، ممكن تدورها ممكن تخلوها كيما هكذا، هي فقط يعني كمثال. اذا نعاود زميلي او زميلتي، انت قلتي انك عندك متعاقد عمل سنتين و10 ايام
كعامل مهني مستوى أول، أعتقد أنك تقصدي توقيت جزئي. إذا كان توقيت جزئي تقصني المدة على 2، إذا كان توقيت كلي تاخذي مدة سنوات، سنتين وعشر شهور، وفي العشر شهور هذيك تقسميها على 12، لأنه هذا متعقد تجمعي كامل المدة، ماشي كما موظفين يحتفظ بالأشهر والأيام إلى نهاية السنة. إذا نتمنى أنك فهمتيني واش السؤال تاعك نكون أجبت عليه. المرحلة التالية أنه فعلا سؤالك هل يتم إعداد مقرر يؤشر عليه؟ طبعا هو مقرر تعويض الخبرة المهنية قبل التوظيف، وبالتالي هو نموذج موجود يعني تشتي في نماذج المقررات، ولا يعطوه لك من قبل ملي تخدمي به ولا تخدم به، مش عارفة زميل ولا زميلة. إذا المراقبة المالية يقوم بالتأشير عليه وتحسبي من تاريخ الإمضاء. إذا هذا بالنسبة للمثال الزميلة اللي قالت عليه. فقط أؤكد على أن متى زميلة ولا زميل سألوا متى يتم الرقم، اللي يجيب من أحسن كيف دعم، كيف دعم باش تحسب واحد 1.40%، يعني يكون ديجا فات عام، من أحسن يعني كيف دعم يعني دخل مثلا أول جانفي 2021، أول جانفي 2022 تقدري ولا تقدر تبدا تخدمو هذاك، هي من أحسن عام يعني ماشي من نهار اللي تدخل يجيبها، يعني عام كيف دعم باش تكون عندها ديجا تبدا ديري له مقرر ولا ديري له مقررات تاع الترقية تاع كل عام 1.4 درجة اكتساب الخبرة تاع كل عام، قلت الخبرة تاع كل عام. وبالتالي بهذه الطريقة نكون فهمنا يعني كيفاش اعتماد الخبرة المهنية بالنسبة للمتعاقدين، على خاطر دايما يكون هناك إشكال بالنسبة لكثير من الموظفين، ماشي فقط هذا الزميل أو الزميلة كثير يطلبوها مني، لكن بما هذه الزميل أو الزميلة يعني كان آخر يطلب يعني خدت سؤالها ولا سؤاله. نتمنى اني مره اخرى اني قد اجبت على سؤالك، واذا كان ما واجبتش يعني عاودي ولا عاود طرح استفسار اخر. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.